الرئيس السيسي يبحث مع وفد من الكونغرس الأمريكي قضايا المنطقة ويؤكد موقف مصر الثابت من ملف سد النهضة بالتوصل لاتفاق ملزم يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث. على وقع تطور الأحداث في الجابون، مصر تدعو جميع الأطراف إلى إعلاء المصلحة الوطنية وإدانات دولية لتطورات الأحداث. البيت الأبيض يعرب عن قلقه إزاء محادثات بين كوريا الشمالية وروسيا بشأن صفقات سلاح. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري. تحية لكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا موسعا رفيع المستوى من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالكونغرس الأمريكي. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد تأكيد قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، كما بحث عددا من ملفات التعاون الثنائي وقضايا المنطقة ودور مصر المحوري في محيطها الإقليمي. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا موسعا رفيع المستوى من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالكونغرس الأمريكي. يضم السناتور ليندسي جراهام عضو مجلس الشيوخ والسناتور روبرت مينيندز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي وأعضاء اللجان بمجلسي النواب والشيوخ، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن اللقاء شهد تأكيد قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية الممتدة منذ عقود بين مصر والولايات المتحدة، والأهمية التي توليها الدولتان لتعزيز علاقاتهما على جميع المستويات الرسمية والبرلمانية والشعبية، لا سيما في ظل الواقع الإقليمي والدولي المضطرب وما يفرزه من تحديات متصاعدة وأزمات عالمية في الغذاء والطاقة والتمويل طال تأثيرها العديد من دول العالم. أضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد حواراً مفتوحاً بين السيد الرئيس وقيادات الكونغرس الأمريكي تطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين، لا سيما على الصعيد الاقتصادي وتعزيز استثمارات الشركات الأمريكية في مصر، حيث تمت الإشادة بجهود التنمية الشاملة الجارية في مصر، لا سيما على صعيد تحديث البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة، وكذلك في قطاعات البترول والغاز والطاقة المتجددة والخضراء واستصلاح الأراضي الزراعية. كما تناول النقاش جهود مصر في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وتعزيز حقوق الإنسان وإرساء مفاهيم وقيم التسامح الديني وثقافة التعايش ومبادئ المواطنة. وعلى صعيد القضايا الإقليمية والدولية تم التباحث حول العديد من الملفات، على رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها الجيوسياسية والاقتصادية وسبل تعزيز السلم والأمن الدوليين، إلى جانب المستجدات على الساحة الإقليمية وما تمر به المنطقة من أزمات، لا سيما في السودان وليبيا وسوريا، حيث تم التوافق حول أهمية الإسراع في التوصل إلى حلول سياسية لتلك الأزمات بما يحافظ على وحدة الدول ويصون سلامة أراضيها ومقدرات شعوبها، مع تأكيد أهمية الدور المصري الإيجابي والحيوي في هذا الصدد. كما تطرق اللقاء إلى تطورات المفاوضات الجارية حالياً بين مصر وإثيوبيا والسودان، حيث أكد السيد الرئيس موقف مصر بشأن الالتزام بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث. تناول اللقاء كذلك تطورات القضية الفلسطينية، حيث أشاد الوفد الأمريكي بدور مصر المحوري على المستويين التاريخي والراهن في إرساء أسس السلام في الشرق الأوسط وتعزيزه، وأكد السيد الرئيس من جانبه موقف مصر الثابت في هذا الخصوص بضرورة دفع الجهود الدولية للتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يفتح الأفاق الرحبة للسلام الدائم والأمن والتعايش السلمي والازدهار لجميع شعوب المنطقة.
وافق مجلس الوزراء على إنشاء وحدة البريكس بالمجلس، بحيث تعنى بملفات التعاون مع تجمع البريكس وتضم في عضويتها الوزراء والمسؤولين المعنيين. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة. وخلال الاجتماع أشار رئيس الوزراء إلى التوجيه الصادر لوزير الطيران المدني بأهمية العمل المستمر على تطوير مطاري العالمين وبرج العرب الجديدة. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، كما وافق على منح شركة سامسونج إلكترونيكس مصر الرخصة الذهبية لإقامة وتشغيل مصنع التليفون المحمول ببني سويف. شهد رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع بروتوكول تعاون بهدف تقديم 100 منحة دراسية كاملة بفروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية لخريجي الثانوية العامة المتفوقين من أبناء محافظات الصعيد. يأتي توقيع البروتوكول تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار مبادرة 100 حلم للمستقبل التعليم بالعاصمة الإدارية. هذا وقد تمن رئيس الوزراء هذه المبادرة التي تدعم دور الدولة تجاه الصعيد، حيث تتيح لأبنائه فرصا تعليمية متطورة بجامعات ذات سمعة عالمية متميزة أقامت فروعها بالعاصمة الإدارية الجديدة، معتبرا أن ذلك يعزز اهتمام الدولة برعاية الطلاب المتفوقين والارتقاء بقدراتهم من أجل الاستثمار في مستقبل هذا الوطن. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الدولة على تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مع مختلف الشركاء في مصر والعالم. وخلال توقيع وثيقة تحديد وإتاحة الأرض لتنفيذ مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح غرب سوهاج بقدرة 3 جيجاوات، أشار مدبولي إلى تماشي هذه السياسة مع توجه العالم بأسره نحو تعزيز الجهود لمواجهة تحديات تغير المناخ وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. هذا ومن المنتظر أن توفر مزرعة الرياح الجديدة طاقة نظيفة ومستدامة لنحو 2 مليون منزل في مصر، وتسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 6.5 مليون طن سنويا. كما أنه من المتوقع أن يوفر المشروع 7000 فرصة عمل. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من قادة القوات المسلحة بمركز التدريب المشترك لهيئة الإمداد والتموين. يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة المستمرة والوقوف على أساليب تطوير القوات المسلحة ومسؤوليتها الوطنية للحفاظ على الأمن القومي المصري. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من قادة القوات المسلحة بمركز التدريب المشترك لهيئة الإمداد والتموين، والذي يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة المستمرة والوقوف على أساليب تطوير أداء القوات المسلحة ومسؤولياتها الوطنية في الحفاظ على الأمن القومي المصري. وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة. تناول اللقاء عرضا تقديميا لعدد من قادة القوات المسلحة لأحدث المستجدات والتحديات التي تشهدها المرحلة وأهم الأحداث الجارية وتأثيرها على الأمن القومي المصري وما يرتبط بأساليب العمل داخل القوات المسلحة وطرق تطويرها وتحديثها بما يتلائم مع المستجدات التي تحدث على الساحتين الإقليمية والدولية.
وألقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن تقديره لما يبذله رجال القوات المسلحة من جهود وتضحيات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للوفاء بالمهام والمسؤوليات المكلفين بها لحماية الوطن وصون مقدساته، كما استعرض عدداً من الموضوعات والقضايا التي ترتبط بالأمن القومي المصري وأهم التحديات التي تشهدها المرحلة، مؤكداً على أهمية الارتقاء بمستوى وعي أفراد القوات المسلحة ليكونوا على دراية تامة بكل ما يدور حولهم من أحداث على كافة المستويات. كما ألقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة كلمة أشاد خلالها بمستوى الكفاءة القتالية لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على المستوى التدريبي العالي للمقاتلين والروح المعنوية المرتفعة، بالإضافة إلى أهمية الاطلاع على كل ما هو جديد في مجالات العمل التخصصية لتعظيم الاستفادة من كافة القدرات والإمكانيات. كما تضمن اللقاء تكريم الكليات العسكرية الحاصلة على المراكز الأولى في بطولة الكفاءة البدنية على مستوى الكليات العسكرية لعام 2023. وفي نهاية اللقاء قام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بتفقد معرض لهيئة الإمداد والتموين، والذي عكس مدى التطوير الذي تشهده هيئة الإمداد والتموين بكافة إداراتها التخصصية لتنفيذ كافة المهام المكلفين بها على أكمل وجه. أعلنت وزارة الخارجية أن مصر تتابع باهتمام التطورات المتلاحقة التي تشهدها دولة الجابون، داعية جميع الأطراف إلى إعلاء المصلحة الوطنية حفاظا على أمن واستقرار البلاد. كما دعت وزارة الخارجية أعضاء الجالية المصرية بالجابون إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر وتجنب مناطق التوتر الأمني واستمرار التواصل مع السفارة المصرية لضمان سلامتهم، معربة عن تطلع مصر لعودة الاستقرار إلى الجابون في أسرع وقت والحفاظ على سلامة الشعب الجابوني. أعلنت المجموعة العسكرية في الجابون تعيين الجنرال بريس أوليجي نجيما رئيسا للمرحلة الانتقالية، وذلك بعد إحالة رئيس علي بونغو إلى التقاعد وبعد وضعه تحت الإقامة الجبرية. كانت المجموعة العسكرية في الجابون قد أعلنت في وقت سابق إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية التي أسفرت عن فوز الرئيس علي بونغو بفترة رئاسية ثالثة، مؤكدة أن الانتخابات افتقرت إلى المصداقية. في حلقة جديدة من عدم الاستقرار في عدد من دول القارة الإفريقية، أعلنت مجموعة عسكرية في الجابون إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية وحل كل مؤسسات الجمهورية وإغلاق الحدود حتى إشعار آخر إثر الإعلان عن فوز الرئيس علي بونغو بولاية رئاسية ثالثة. وأوضحت المجموعة العسكرية في الجابون أنها تتحدث باسم ما قالوا إنها لجنة للمرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات، واتهمت المجموعة العسكرية المؤسسات الحكومية بالحوكمة غير المسؤولة التي تدفع بالبلاد إلى الفوضى، مشيرة إلى قرارها الدفاع عن السلام من خلال إنهاء النظام القائم. المجموعة العسكرية أعلنت الاستيلاء على السلطة في الجابون، مؤكدة أن أعضاءها يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع في البلاد، كما شددوا على افتقار الانتخابات العامة الأخيرة للمصداقية. وتصاعد التوتر في الجابون وسط مخاوف من حدوث اضطرابات بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والتشريعية التي أجريت في الدولة الواقعة في وسط إفريقيا، وذلك في ظل غياب المراقبين الدوليين وتعليق بث بعض وسائل الإعلام الأجنبية وفرض حظر للتجوال في جميع أنحاء البلاد بعد الانتخابات. ناشد رئيس الجابون علي بونغو المجتمع الدولي بدعمه هو وأسرته بعد أن أعلنت مجموعة عسكرية الاستيلاء على السلطة. وكان بونغو يتحدث في مقطع مصور انتشر على نطاق واسع عبر الإنترنت. وأكدت شركة للعلاقات العامة التي عملت بشكل وثيق مع بونغو في حملاته الانتخابية صحة المقطع المصور. I'm at the residence. Right now, I'm at the residence.
عقد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي اجتماعا عاجلا مع بوروندي والسنغال والكاميرون لتحليل الوضع في الجابون. من جهته أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد عن قلقه البالغ من الأحداث الجارية في الجابون، داعيا قوات الأمن الجابونية إلى ضمان سلامة علي بونغو وأسرته والحكومة. قال المتحدث باسم الرئيس النيجيري بولا تينوبو الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إكواس، قال إن تينوبو يعمل عن كثب مع رؤساء دول أفريقية أخرى بشأن سبل الرد على الأحداث في الجابون. وأضاف المتحدث أن تينوبو يراقب بقلق بالغ تطورات الأوضاع في الجابون والدول الأفريقية الأخرى التي شهدت أحداثا مماثلة خلال الفترة الماضية مما أثر على الوضع الأمني في القارة. أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل فرض عقوبات على المجموعة العسكرية في النيجر. أوضح بوريل عقب اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في إسبانيا أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى السير على خطى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إكواس مع تنفيذ عقوبات إكواس ذاتها. أكد الوزراء عزمهم دعم الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية، وهذا يعني أننا سندعم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وقد أعربنا عن هذه الإرادة منذ اللحظة الأولى لاستيلاء المجموعة العسكرية على السلطة، وأكدنا أن الأمر متروك لهم في اتخاذ مبادرات وقرارات لمواجهة تطورات الأحداث. نحن سنحذو حذوهم، ولقد مضينا قدما من أجل فرض نظام عقوبات واتخاذ تدابير بشأن المجموعة العسكرية، وسيعمل وزراء الخارجية خلال اجتماعهم على هذا الملف. أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من أن مفاوضات الأسلحة بين روسيا وكوريا الشمالية تحرز تقدما. أضاف كيربي أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو توجه في الآونة الأخيرة إلى كوريا الشمالية لمحاولة إقناع بيونغ يانغ ببيع ذخيرة مدفعية لروسيا. أشار كيربي إلى أن الولايات المتحدة لديها معلومات مخابراتية تشير إلى أن مجموعة أخرى من المسؤولين الروس قد توجهوا إلى بيونغ يانغ بعد زيارة وزير الدفاع. أضاف كيربي أنه بموجب الاتفاقات ستحصل روسيا على الأسلحة التي يعتزم الجيش استخدامها في الحرب مع أوكرانيا. وأشار كيربي أيضا إلى أن أي صفقات للأسلحة بين روسيا وكوريا الشمالية ستمثل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. صرح وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو خلال تفقده مصنعا للصناعات العسكرية في منطقة تولا الروسية أن القوات الروسية التي تقاتل في أوكرانيا بحاجة ماسة إلى المزيد من أجهزة رادار المضادة للبطاريات لمقاومة نيران المدفعية الأوكرانية. وطالب وزير الدفاع الروسي بالانتقال إلى العمليات على مدار الساعة لتعزيز الإنتاج. كما تعلمون فإن الدور الأهم خلال العمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا تقوم به بطاريات الصواريخ المضادة للتعامل معها، وهذه هي رادارات استطلاع المدفعية بالإضافة إلى الأسلحة والذخائر الكافية والتي نحتاجها الآن لإجراء عمليات مضادة وفعالة. أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موجة الهجمات التي تمت بطائرات مسيرة أوكرانية على الأراضي الروسية لن تمر دون عقاب. وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الطائرات المسيرة التي ضرب بعضها مطارا في بسكوف على بعد 600 كيلومتر من أوكرانيا لم تكن لتقطع مثل تلك المسافة دون معلومات من دول غربية.
Тополевка, Луганская Народная Республика. Лозовое, Ивановка, Семигорье, Подгорная, Донецкая Народная Республика. أصبحت الطائرات المسيرة كلمة السر في الحرب بين موسكو وكييف. فمع استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ودخول الحرب الشهر 18، اعتمدت موسكو وكييف عليها في مجريات الحرب، وكان لها تأثير كبير في أحداث تغير نوعي في تلك الحرب، إثر هجوم وصف بأنه الأكثر قوة بالمسيرات والصواريخ على كييف منذ الربيع. أعلنت السلطات العسكرية للعاصمة الأوكرانية عن وقوع قتلى وإصابات جراء الهجوم. السلطات العسكرية أكدت أيضا أن روسيا استهدفت كييف أولا بمجموعات مسيرات من اتجاهات مختلفة، ثم بصواريخ أطلقت على العاصمة من قاذفات Tu-95MS، مشيرة إلى أنه تم تدمير أكثر من 20 هدفا معاديا بواسطة قوات الدفاع الجوي الأوكرانية. وفي مايو الماضي أعلنت أوكرانيا أنها تصدت لهجوم المسيرات الأكبر على كييف منذ بدء العملية العسكرية، ونفذ بواسطة 59 مسيرة على الأقل. على صعيد البحر الأسود، أعلنت موسكو أنها دمرت زوارق عسكرية أوكرانية كانت تنقل عناصر من القوات الخاصة، وأنها صدت هجوما بالمسيرات قبالة شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014. وزارة الدفاع الروسية في بيان لها قالت إن طائرة تابعة لها دمرت 4 زوارق عسكرية سريعة تحمل مجموعات إنزال من القوات الخاصة الأوكرانية يبلغ إجمالي عددها نحو 50 شخصا في البحر الأسود. وقامت الدفاعات الجوية أيضا بصد هجمات من مسيرات معادية قدمت من البحر على مستوى خليج سيفاستوبول، مقر أسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم، حسب ما أبلغ الحاكم الروسي ميخائيل راسفوجايف قبل أن يوضح أن الوضع تحت السيطرة. أكد وزير الداخلية البولندي ماريوس كامينيسكي أن التدريبات المقررة للقوات البيلاروسية بالقرب من الحدود المشتركة بينهما هي حرب نفسية. أضاف وزير الداخلية البولندي أن مشاركة القوات الروسية في التدريبات متوقعة، لكنها ستبقى على نطاق أصغر بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وقد أغلقت بولندا جميع نقاط العبور الحدودية مع بيلاروسيا باستثناء نقطة واحدة هذا العام بعد سجن صحفي من قصف بولندي وطرد دبلوماسيين بولنديين. أعلنت موسكو أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيستقبل غدا الخميس نظيره التركي حقان فيدان في زيارة تستمر يومين. قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الزيارة تهدف لمناقشة مقترح من موسكو يقدم بديلا لاتفاق حبوب البحر الأسود. تأتي هذه الزيارة بعد 6 أيام على زيارة فيدان إلى كييف، حيث أجرى محادثات مع رئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. Очевидно, все приведенные факты должны стать предметом международного расследования. И вместе с тем... شددت الولايات المتحدة على أنها تعمل مع رومانيا لمضاعفة صادرات الحبوب الأوكرانية عبر نهر الدانوب. كان رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال قد أعلن خلال زيارة إلى بوخارست أن أوكرانيا ورومانيا توصلتا إلى اتفاق لتسهيل عبور البضائع بينهما بعد انسحاب روسيا في يوليو من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود. We'll be right back.
رفعت شركة النفط الحكومية في نيجيريا سعر البيع الرسمي لخام بونيا الخفيف لشهر سبتمبر إلى مستوى يزيد 157 سنتا عن سعر برميل النفط من خام برنت، صعودا من تراجع بواقع 38 سنتا للبرميل في الشهر السابق. كما رفعت سعر البيع الرسمي لخام آخر إلى 244 سنتا للبرميل فوق برنت مقابل انخفاض 75 سنتا في أغسطس. أكد المستشار الألماني أوليف شولتس أن بلاده تتخذ إجراءات عاجلة لمواجهة الركود الاقتصادي في البلاد تتضمن تخفيفا شاملا للاقتصاد وتحفيز الاستثمار. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المستشار الألماني بعد اجتماع مجلس الوزراء في قلعة ميسبيرغ. وقد شدد المستشار الألماني على أهمية الحد من البيروقراطية وتخفيف العبء عن الاقتصاد، لافتا إلى أن بلاده في حاجة إلى تسريع عملية الحصول على الموافقات، كما تحتاج إلى التخفيف من الإجراءات البيروقراطية غير الضرورية. تسارع التضخم في إسبانيا مجددا في أغسطس إلى 2.6% على أساس سنوي بعد انخفاضه إلى أقل من 2% في يونيو، وذلك وفقا لتقدير أولي نشره المعهد الوطني للإحصاء. وفي يونيو تباطأ التضخم بشكل كبير في إسبانيا إلى 1.9% ليعود للمرة الأولى منذ مارس 2021 إلى هدف 2% الذي حدده البنك المركزي الأوروبي. ورغم ارتفاعه مجددا ما زال معدل التضخم في إسبانيا أقل بكثير من المعدل المسجل في منطقة اليورو، حيث بلغت زيادات الأسعار 5.3% على أساس سنوي في يوليو. وبحسب المعهد الوطني للإحصاء فإن ارتفاع التضخم مجددا في أغسطس يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الوقود. دفعت الصين عن ممارسات الأعمال لديها بعد أن قالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو إن شركات بلادها قد أخبرتها بأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم أصبح غير صالح للاستثمار. ردا على التعليقات التي أدلت بها ريموندو في الصين، قال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن إن معظم الشركات الأمريكية التي تعمل في الصين وعددها 70,000 تريد البقاء هناك. وأضاف أيضا أن ما يقرب من 90% من هذه الشركات تحقق ربحية، وأن بكين تعمل على زيادة تسهيل وصول الشركات الأجنبية إلى الأسواق. التاسعة مستمرة وتتابعون فيها. كوريا الشمالية تطلق صواريخ بعد ساعات من مناورات لطائرات مقاتلة أمريكية في مناورات مع سول وطوكيو. أعلن جيش كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية قد أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى على الأقل سقطا في البحر بعد ساعات من نشر الولايات المتحدة طائرات مقاتلة للمشاركة في تدريبات جوية للحلفاء. من جانبها أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أيضا أنه تم إطلاق ما يشتبه أنه صاروخ باليستي واحد على الأقل، فيما أشارت وسائل إعلام يابانية إلى إطلاق صاروخين سقطا خلال المنطقة الاقتصادية الحصرية لليابان. ويأتي الإطلاق قبل يوم من اختتام كوريا الجنوبية والولايات المتحدة 11 يوما من مناورات عسكرية مشتركة نددت بها بيونغ يانغ. وقد أجرت الطائرات المقاتلة من طراز B-1B مناورات جوية منفصلة مع طائرات حربية من كوريا الجنوبية واليابان في وقت سابق من اليوم. أكد خفر السواحل اليوناني إجراء عمليتي إنقاذ لمهاجرين على متن قوارب شرعية، إحداهما قبالة ساحل جزيرة غرب اليونان والأخرى قبالة ساحل جزيرة سيكلاديك بالقرب من العاصمة اليونانية. وأضاف خفر السواحل أنه تم إنقاذ 76 شخصا من قارب شراعي وتم نقلهم جميعا على متن سفينة شحن، ولم ترد أنباء عن أي مفقودين. وفي الحادث الثاني
انطلقت عملية إنقاذ لمهاجرين على متن مركب شراعي قرب الساحل الشمالي الغربي لجزيرة كيثنوس إحدى جزر سيكلاديس الواقعة جنوب شرق العاصمة اليونانية. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء القرار المنسوب للمجلس بمد عمل الموظفين يوم الأحد بنظام أونلاين من المنزل حتى نهاية شهر سبتمبر. أكد المركز أن قرار رئيس الوزراء الخاص بعمل الموظفين يوم الأحد من كل أسبوع بنظام أونلاين قد صدر ليتم تطبيقه خلال شهر أغسطس فقط، ولن يتم مد هذا القرار خلال شهر سبتمبر، مناشدا العاملين بالجهاز الإداري للدولة بعدم الانسياق وراء هذه الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. أشاد المنسق الدولي لبرامج دول شمال أفريقيا والسودان بمنظمة الهجرة الدولية كيني رسول أشاد باستقبال مصر وتعاملها مع ضيوفها من المهاجرين واللاجئين. وقال المسؤول الأممي إن مصر دولة تستقبل منذ عصور المهاجرين ولا يوجد مخيم واحد لإيواء اللاجئين والنازحين في مصر، لافتا إلى أنه عمل في العديد من البلدان في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وجميعها بها مخيمات، ولكن الوضع في مصر يختلف كثيرا. وأضاف كيني أن المنظمة تعمل بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري والجهات المصرية من خلال برنامج خاص لدعم مصر فيما يتعلق باستقبال المهاجرين الذين فروا من السودان على خلفية الأحداث الأخيرة. اختتم منتدى شباب العالم ورشة عمل موسعة عقدت على مدار 3 أيام لمناقشة مبادرتي التعلم من أجل العمل ومسارات التطوع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمشاركة دولية وبالتعاون مع اليونيسف، والتي عقدت بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب. تهدف هذه الورشة إلى خلق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص من أجل الشباب لكونه شريكا أساسيا لتعزيز الانتقال من التعلم إلى العمل من خلال رسم خطط تنفيذية لخلق شراكات. بتنظيم من منتدى شباب العالم بالتعاون مع منظمة اليونيسف، يأتي اليوم الأخير لفعاليات ورشة العمل الخاصة بمبادرتي التعلم من أجل العمل ومسارات التطوع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنصة العمل التطوعي بالأكاديمية الوطنية للتدريب، التي استمرت على مدار 3 أيام بهدف وضع برنامج شامل للجمع بين شراكة القطاعين العام والخاص والشباب لتسريع وتيرة التأثير في هذا الملف الحيوي. نتناقش عن اوريدي المنهج اللي موجود في مصر عن التطوع، ومن الحاجات اللي طلعت ودي واقعيه يعني وبرده اتكلمنا فيها كتير، ان الحمد لله مصر من البلاد اللي هي عندها اوريدي منهج التطوع موجود. احنا بنحب عمل الخير. اعتقد ان هناك الكثير من البرامج الجيده، وسمعنا عن الكثير من المشاريع الجيده التي تحدث في جميع انواع المجالات المختلفه، ولكن التحدي الحقيقي يكمن في كيفيه ربط النقاط وانشاء منصه يمكن للشباب من خلالها العثور على تلك الفرص التي تتناسب مع اهتماماتهم واحتياجاتهم من المهارات. الورشة ناقشت عدة نقاط أبرزها الاتفاق على مجتمع الممارسة وطرق العمل، إلى جانب وضع الاستنتاجات النهائية وتحديد الخطوات التالية بمشاركة الشباب، وذلك بشكل هادف في رحلة التغيير الإيجابي من خلال إنشاء إطار عمل يمكن تطبيقه عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. الثلاث أيام اللي فاتوا غير النهاردة طبعا عشان نتكلم عن الجهود دي، نسمع أفكار بعض، نبدأ إن احنا نشوف إيه الإضافة اللي ممكن تتعمل، ولو كان في حاجة نقدر ان احنا نجمع بيها الافكار دي عشان نقدر ان احنا نضيف. احنا عايزين نشتغل على محورين متوازيين مع بعض، فكره ان انا ازاي ااهل الفولنتيرز او المتطوعين ان هو يبقى متطوع معايا وفي نفس الوقت بديله كورسات او حاجات بيقدر يستفيد بيها بسكيلز معينه، وده عن طريق برنامج بيبقى ليه عدد ساعات تطوع معين، وبدل ما اديله جايزه او شهاده ببتدي اديله مكانها كورس يقدر ان هو يستفيد بيه. هي كانت ورك شوب ممتعه جدا وكانت مثمره جدا، والحقيقه احلى
احلى حاجه فيها ان مش هيئه واحده هي الممثله، ولكن هيئات مختلفه، في برايفت سيكتور، في جزء من الوزارات والحكومه، في مجتمع مدني. الورشه تاتي ايمانا بضروره المشاركه في تخفيف الاعباء الاقتصاديه ودفع عجله التنميه، كون الشباب احد اهم اطراف التنميه، وفي اطار اعلان اداره منتدى شباب العالم عن تنفيذ حزمه كبيره من المبادرات والمشروعات والبرامج التنمويه ذات التاثير المباشر على المواطنين والشباب بشكل خاص. نظمت مديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر قافلة طبية بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر بالمحافظة ضمن حملة 100 يوم صحة. وقامت الحملة بأعمال الكشف على الاعتلال الكلوي والضغط والسكر وصحة المرأة وتطعيم كورونا للراغبين، كما أتاحت القافلة الخدمات الطبية بالمجان لجميع أعضاء وموظفي جمعية الهلال الأحمر بالغردقة. وقد تم الكشف عن أمراض الضغط والسكر والسمنة ووظائف الكلى، والكشف المبكر عن سرطان الثدي للأعمار من سن 18 إلى 60 عاما. أعلنت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية إبدأ بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقدم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدارس إبدأ الوطنية للعلوم التقنية بنظام التكنولوجيا التطبيقية من اليوم وحتى 9 من سبتمبر القادم، وذلك من خلال الموقع الرسمي لمبادرة إبدأ. يتاح التقديم للالتحاق بمدرسة إبدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر والمتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، ومدرسة إبدأ الوطنية للعلوم التقنية بدمياط والمتخصصة بمجال اللوجستيات. تفقدت نائب محافظ البحيرة نهال بلبع ورئيس المجلس القومي للمرأة مايا مرسي مبادرة هي صحة مصر للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وذلك بمعهد الأورام بدمنهور وعيادات الكشف المبكر عن سرطان الثدي بقرى حياة كريمة. تشهد المبادرة إقبالا متزايدا من المواطنين المترددين، حيث تم خلالها تقديم خدمات مجانية في صحة المرأة ل 33,146 منتفعة زيارة أولى و 188,449 زيارة دورية، وفي السمعيات ل 21,991، والأمراض المزمنة وصحة الأم والجنين ل 9,645. على يومين بنقدر نقدم 3,000 خدمة. المحافظين كتير طالبين الخدمة تستمر أو النموذج المحاكاة يستمر مدد أطول، ويا رب نلف بيه كل محافظات مصر. حضرتك بتشوف جوه كل أنواع الخدمات في إقبال، خصوصا إن كارت ميزة واللي يبقى فيه فهم مفهوم الشمول المالي، إن أنا الفلوس أحطها في البنك مش أحطها في مثلا مكان غير بنكي، كمان بنشوف إلكترونيا والرقمنة. صراحة مبادرة عظيمة هنا من أبو حمص، وطبعا على رأسهم مبادرة حياة كريمة. نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المرحلة 22 من قوافل ستر وعافية بكفر الشيخ بقرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس بمشاركة 18 من كيانات التحالف الوطني لتقديم خدماتها لأكثر من 30,000 مستفيد، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية. وقدمت القافلة خدماتها للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة إلى تركيب أجهزة تعويضية وحملات توعية بكارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم والكشف عن سرطان الثدي. كما تضمنت القافلة طرق الأبواب لتوزيع المواد الغذائية واللحوم والوجبات الساخنة ضمن مبادرة خيرك سابق، وإقامة كرنفال للأطفال ومسرح للعرائس. وقعت مؤسسة حياة كريمة بروتوكول تعاون مع جامعة السلام بالغربية حول دعم القطاع الطبي من خلال الوصول إلى القرى الأكثر احتياجا. يأتي التعاون بين الجامعة ومؤسسة حياة كريمة لتعزيز مفهوم الصحة والشؤون الوقائية ومواجهة الأمراض المتوطنة،
وتأكيد الرغبة في خلق بيئة صحية خاصة في مجال مكافحة التلوث والحفاظ على البيئة من خلال حملات التوعية والندوات المختلفة. توجه مؤسسة حياة كريمة، احنا بنمشي على استراتيجية الخدمة للمجتمع بكل المناحي الحياة، بنقدم المساعدة للناس على الأرض في كل حاجة في كل كرة مصر، وعلشان كده كان إيمانا منا إن احنا مش هنقدر نعمل المهام دي لوحدنا، فكان لازم يبقى لينا شراكات على في كل مكان وفي كل نجع وفي كل قرية. احنا النهاردة البروتوكول جامعة السلام، جامعة السلام موجودة في الدلتا نطاقها الجغرافي في الدلتا، بتخدم أهالي الدلتا كلها كان في مناحي التعليم. احنا حبينا ان نضيف ده بالشراكة بينا، انه يبقى فيه كمان خدمة مجتمعية وتنموية على في كافة القطاعات. هي تشرفت جامعة السلام بتوقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة حياة كريمة بتوفير الإمكانيات المادية الموجودة في الجامعة والبشرية لخدمة أهالينا في المناطق المحيطة أو المحافظات المحيطة بالجامعة. وتميز جامعة السلام بموقعها وسط الدلتا ان احنا نقدر نخدم كل المحافظات، سواء محافظه الغربيه او المنوفيه او كفر الشيخ او محافظه البحيره، بتوفير كل العيادات الخارجيه المتخصصه في طب الاسنان، وايضا مستشفى جراحه الفم والاسنان، والعيادات الخارجيه للتخصص العلاج الطبيعي لخدمة كل أهالينا اللي موجودة في المنطقة المحيطة. بيشمل إن احنا نعمل عيادات متنقلة وكشف على المرضى وحملات توعية، وكمان متفقين إن احنا لو في حالات محتاجة للتحول لمستشفى مركزي أو مستشفى جامعي ده برضو هيتم. الجميل ان احنا النهاردة قبل التوقيع تم اتساع دائرة البروتوكول ليشمل كمان التنمية الاقتصادية والناحية الاجتماعية والدعم الطلابي، والجامعة قدمت عدد من المنح للطلبة المتفوقين 100%، المنحة قيمتها 100% من قيمة المصاريف، ويتم اختيارهم عن طريق هيك. يواصل مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء دورته 31 الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية على مسرح المحكة لتقديم عروض فنية متنوعة. للمزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا من هناك مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني. أحمد، هل لك أن تنقل لنا الأجواء لديك؟ نحييكم من هنا من قلعة صلاح الدين، حيث فعاليات الليلة السادسة من مهرجان محكى القلعة. هذه الليلة الذي أحياها في جزئها الأول الفنان مصطفى شوقي في مشاركته الأولى هنا في فعاليات هذا المهرجان. الآن هي فترة استراحة قصيرة ما بين الجزء الأول والجزء الثاني من هذا اللقاء، من هذه الليلة السادسة. من المقرر في الجزء الثاني أن يصعد على خشبة المسرح الفنان أحمد جمال بأغانيه أيضا الوطنية والرومانسية والعاطفية. وفي هذا الإطار أشير إلى أنه في بداية الحفل وفي بداية الليلة السادسة قامت مجموعة من الفرق الموسيقية الشبابية بعزف مجموعة من الموسيقى التي تمزج ما بين الموسيقى الشرقية والغربية، وهي إحدى الفرق الشبابية الموسيقية الصاعدة. وكان القائمون على فعاليات هذا المهرجان أكدوا أنه سوف يتم إعطاء الفرصة للفرق الشبابية للمشاركة في فعاليات هذا المهرجان العريق الذي تمتد دوراته على 31 دورة، وهناك تجهيزات كبيرة سواء من توفير المقاعد أو الشاشات التي تبدو من خلفي لتوفير الأجواء على المواطنين، فضلا أيضا على توفير مجموعة من السيارات لنقل المواطنين والجمهور من خارج أسوار القلعة إلى داخل المسرح هنا في محكى القلعة. يتواصل هذا اللقاء وبعد قليل يصعد الفنان أحمد جمال. وأشير أيضا إلى أن غدا هناك موعد مهم جدا للجمهور مع فرقة الموسيقى العربية من دار الأوبرا المصرية، والذي ينتظرها أيضا الكثير من جمهور ومن عشاق
فعاليات مهرجان محكى القلعة الذي يشارك فيه العديد من الفنانين المصريين والعرب، وأيضا هناك مشاركات من الجمهور سواء من المصريين أو من العرب أو من الأجانب الذين جاءوا خصيصا للاستماع بهذه الأجواء التاريخية والحضرية والثقافية التي تمتزج ما بين الفن والتاريخ هنا في قلعة صلاح الدين. نتابع معكم هذه الفعاليات كل يوم حتى 7 سبتمبر الشهر القادم بإذن الله، وهو موعد الليلة الأخيرة من فعاليات هذا المهرجان. شكرا لكم وعليكم زملائي في الاستوديو. أشكرك شكرا جزيلا مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني، شكرا على هذه المتابعة. والآن مشاهدينا نتحول معا في نشرة 9 لأهم أنباء المال والأعمال. الجولة الاقتصادية ومحمد عبدالله، إليك محمد. شكرا إلهام وشكرا يوسف. إلى أخبار الاقتصاد محليا وعربيا وعالميا. أهلا بكم. أعلن البنك المركزي أن استضافة البرنامج التدريبي بالتعاون مع المعهد النقدي للكوميسا حول تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وأثرهما على البنوك المركزية يأتي في ضوء التوجيهات الرئاسية بدعم التعاون والتكامل المصري الإفريقي. وأوضح البنك المركزي أن استضافة البرنامج التدريبي يأتي أيضا في ظل استمرار الدور الرائد للبنك المركزي في تحقيق التكامل المصرفي بين البنوك المركزية الإفريقية. شارك في البرنامج التدريبي 35 مشاركا يمثلون 9 بنوك مركزية من الدول الأعضاء بالكوميسا، فضلا عن وفد المعهد النقدي للكوميسا. أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعملات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، بينما مالت تعاملات العرب للبيع وسط تداولات تجاوزت 2.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1273 تريليون جنيه. على صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 1.1% ليصل إلى 18818 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 46% ليصل إلى 3812 نقطة. وصعد مؤشر اي جي اكس 100 بنسبة 29% ليصل إلى 5585 نقطة. في أسواق البترول العالمية وصلت أسعار النفط مكاسبها بعد أن أظهرت بيانات الصناعة انخفاضا كبيرا في مخزونات الخام في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للوقود في العالم، وفي ظل مخاوف الإمدادات بسبب الإعصار الإيطالية. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 42% لتصل إلى 85 دولارا و85 سنتا للبرميل، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 59% ليصل إلى 81 دولارا و64 سنتا للبرميل، بينما تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.27% لتصل إلى 3 دولارات و13 سنتا للتر، وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 94% لتصل إلى 2.68 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. في المغرب توقعت الفيدرالية الوطنية لتجار الحبوب زيادة واردات القمح إلى 5 ملايين طن في الموسم الحالي بسبب الجفاف. وأضافت الفيدرالية الوطنية لتجار الحبوب أن المغرب يتوقع أن يكون قد استورد 2.5 مليون طن من القمح اللين بحلول سبتمبر، لكنه سيكون بحاجة لاستيراد 2.5 مليون طن أخرى بنهاية يونيو 2024. وأضافت الفيدرالية الوطنية للمطاحن بالمغرب أن مخزونات القمح تكفي 5 أشهر من احتياجات الاستهلاك المحلي بدءا من أواخر أغسطس، بالإضافة إلى وجود نمو طفيف في السعة التخزينية لتبلغ 5.2 مليون طن. ارتفعت الأسهم الأوروبية خلال التعاملات بعد نتائج إيجابية من قطاع التأمين، بينما يترقب المستثمرون المزيد من البيانات المهمة لتقييم متانة الاقتصاد في المنطقة. وارتفع المؤشر ستوكس الأوروبي بنسبة 1.1% بعد صعوده بنحو 1% في الجلستين السابقتين.
وصعد مؤشر شركات التأمين الأوروبية بنسبة 7.1%، وارتفع مؤشر أسهم الطاقة القيادية 4.1%، مستفيدا من صعود أسعار النفط الخام، في حين ارتفع مؤشر الموارد الأساسية بنحو 1%، وزاد المؤشر داكس الألماني بنسبة 2.1% قبيل إعلان بيانات التضخم أشهر أغسطس أو لشهر أغسطس في وقت لاحق اليوم. نهاية أخبار الاقتصاد من جديد، أعود إلى ريهام ويوسف. شكرا لك محمد. تتواصل فعاليات مهرجان العالمين الجديدة. يأتي المهرجان دعما للنشاط السياحي في المدينة، إحدى أجمل المدن على ساحل المتوسط. تتواصل فعاليات مهرجان مدينة العالمين الجديدة تحت شعار العالم عالمين بمجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية. ومن هناك ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري رامي محمد. رامي، أرحب بك، وضعنا في الصورة لديك الآن. تحياتي لك ولكل متابعينا من مدينة العالمين الجديدة. هذه المدينة التي تشهد حالة من الزخم والحضور والتنوع الكبير في الفعاليات مع استمرار حفلات وفعاليات مهرجان العالم عالمين في دورته الأولى. هذا المهرجان الذي ولد كبيرا بالتنوع الكبير داخل الفعاليات، ما بين فعاليات ثقافية فنية وأيضا حفلات غنائية وترابية وأيضا العديد من الأنشطة الرياضية التي أقيمت سواء على شواطئ مدينة العالمين أو من خلال العديد من المواقع، سواء الصالة أو الملاعب المختلفة. لو نتحدث عن الكرة الشاطئية، رياضة البادل، لو تحدثنا أيضا عن الجيت سكي في مياه العالمين، وأيضا التنوع كان شامل حتى سماء العالمين. كان هناك العديد من عروض الطائرات في سماء مدينة العالمين، وأيضا العديد من الحفلات الغنائية على مدار أيام المهرجان الذي ولد كبيرا في دورته الأولى. وأيضا إذا تحدثنا عن الزخم الكبير من خلال الحضور، هذه العناصر شكلت بشكل كبير جدا عناصر جذب للزائرين. نتحدث عن المصريين وعن الإخوة العرب وعن غيرهم من الزوار لهذه المدينة التي أصبحت الآن بؤرة فنية كبيرة جدا في محيط الساحل بشكل كبير. وأيضا هذا الزخم جاء بالتنوع في الفئات الخاصة بالحضور، من خلال التنوع في الفعاليات أتى التنوع أيضا في الحضور والفئات المختلفة للأسرة المصرية التي أتت بأكملها وبأكمل أيضا الأعمار السنية المختلفة، من خلال التواجد الآن حتى على ممشى مدينة العالمين الجديدة ومن خلف المولات، وأيضا على يسار مدينة أو منطقة أرينا العالمين التي يقام فيها العديد من الحفلات الغنائية، وأيضا استقطاب العديد وكبار المطربين على مستوى مصر وأيضا المستوى العربي. لو تحدثنا أيضا عن كبار الرياضيين الذين حضروا في العديد من الفعاليات المختلفة، سواء فعاليات رياضية أو أيضا أنشطة ثقافية متنوعة، هذا هو المشهد الذي يؤكد على أن مهرجان العالم عالمين ولد كبيرا وأيضا أعطى مساحة ثقافية ترويجية سياحية جاذبة لكل الزوار بمدينة العالمين الجديدة. هذا هو المشهد وليكم الكلمة. زميلي رامي محمد من مدينة العالمين الجديدة حيث مهرجان العالم عالمين، شكرا جزيلا لك. والآن مشاهدينا إلى آخر أخبار الكرة والملاعب. نعود مرة أخرى إلى محمد عبد الله. محمد تفضل. شكرا ريهام وشكرا يوسف. إلى جولة ما في ملاعب كرة القدم وغيرها من الألعاب الرياضية.
حصد منتخب شباب الكرة الطائرة الشاطئية المركز الرابع في بطولة إفريقيا المقامة بالمغرب والمؤهلة لبطولة العالم بتايلاند. كان منتخب الفراعنة لكرة الطائرة الشاطئية صعد إلى نصف نهائي البطولة بالفوز على صاحب الأرض باثنين مقابل لا شيء في ربع النهائي، وتؤهل البطولة أول أربع فرق أصحاب المربع الذهبي إلى بطولة العالم بتايلاند. انطلقت منافسات البطولة الإفريقية للخماسي الحديث وبطولة أوكيانوس القارية على ملاعب استاد القاهرة الدولية في إطار الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024. يشارك في البطولة الإفريقية كل من مصر وجنوب إفريقيا وأوغندا وجامبيا ومالي وبوركينا فاسو. وفي بطولة أوكيانوس القارية تشارك ثلاث دول هي أستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية. يواجه منتخب مصر لكرة السلة نظيره منتخب الأردن غدا الخميس ضمن منافسات المرحلة الترتيبية لبطولة كأس العالم لكرة السلة المقامة بتنظيم ثلاثي مشترك بين إندونيسيا واليابان والفلبين. يسعى منتخب الفراعنة للوصول لأفضل ترتيب نهائي ممكن للمنافسة على بطاقة التأهل لأولمبياد باريس 2024، إذ يتأهل المنتخب صاحب أفضل ترتيب على مستوى إفريقيا إلى أولمبياد باريس بشكل مباشر، بينما يتأهل صاحب ثاني أفضل مركز للمنتخبات الإفريقية في المونديال للمنافسة في ملحق عالمي يضم 24 منتخبا يتأهل منها 4 منتخبات إلى الأولمبياد. توجت لاعبة المنتخب الوطني لتنس الطاولة هانا جودة ببطولة كرواتيا الدولية للناشئات، وتوجد هانا ببطولة كرواتيا بعد الفوز على بطلة أوكرانيا ميا جارسيل بنتيجة 3-0. تأتي مشاركة هانا جودة في بطولة كرواتيا ومن قبلها بطولة التشيك الدولية في إطار الاستعداد لبطولة إفريقيا التي تقام بتونس. تعاقد اكس امستردام مع المهاجم الجورجي جورج ميكاتيتزا من ميتز الفرنسي مقابل 16 مليون يورو. وافق اللاعب الجورجي البالغ من العمر 22 عاما على عقد لمده 5 سنوات مع العملاق الهولندي بعدما لعب دورا كبيرا في صعود ميتز للدرجه الاولى في فرنسا الموسم الماضي. وبدا جورج مسيرته الاحترافيه في 2019 مع ميتز قبل الانضمام الى سترونج البلجيكي على سبيل الاعاره، وعاد ميتز إلى في 2022 حيث أصبح هداف النادي برصيد 23 هدفا في 37 مباراة. نهاية أخبار رياضة من جديد، أعود إلى يوسف وريهام. شكرا لك محمد. ابتكر طلاب وطالبات كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ عددا من المشروعات الذكية في عدة مجالات، ومن بين هذه المشروعات مشروع الصيدلية الذكية ومشروع نظام الزراعة الذكية ومشروع المصعد الذكي. كما صمم طلاب كلية الذكاء الاصطناعي بكفر الشيخ نظارة نور الذكية والتي تم تصميمها للمكفوفين باللغة العربية لمساعدتهم على العيش بحياة أفضل، وكذلك نفذوا مشروع صوت الصامتين والذي يعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي ليساعد في التواصل مع الصم، حيث يقوم المشروع بترجمة لغة الإشارة إلى نص. والآن إلى آخر أخبار الطقس. وأخيرا مع محمد عبد الله، إليك محمد. شكرا ريهام وشكرا يوسف. إلى أحوال الطقس وأبرز درجات الحرارة المتوقعة غدا إن شاء الله.
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطبا على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطبا ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية العظمى والصغرى، والبداية من القاهرة 36-26، الإسكندرية 31-23، مطروح 30-22، بورسعيد 32-25، الإسماعيلية 37-23، إلى السويس 36-24، العريش 32-25، طابة 37-27، شرم الشيخ 40-30، الغردقة 41-31، إلى الأقصر 43-27، أسوان 43-28، الوادي الجديد 44-26، شلاتين 38-31، حلايب 34-30. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. والآن نترك مع حضراتكم مع اللقطة الأبرز لهذا اليوم. انتهت أخبارنا، وهذه تذكرة بالعناوين. الرئيس السيسي يبحث مع وفد من الكونغرس الأمريكي قضايا المنطقة، ويؤكد موقف مصر الثابت من ملف سد النهضة بالتوصل لاتفاق ملزم يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث. على وقع تطور الأحداث في الجابون، مصر تدعو جميع الأطراف إلى إعلاء المصلحة الوطنية وإدانات دولية لتطورات الأحداث.
البيت الأبيض يعرب عن قلقه إزاء محادثات بين كوريا الشمالية وروسيا بشأن صفقات سلاح. وصلنا إلى ختام نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة لازال يتواصل مع يوسف الحسيني. الحمد لله على السلامة يا يوسف. ربنا يسلمك. أهلا بك يا يوسف، نورت التاسعة يا يوسف والله العظيم. الحمد لله على السلامة. ربنا يسلمكم. إيه رأيكم يا جماعة؟ أنتم متخيلين اللي بيجرى في العالمين؟ حاسين يعني المسألة مبهرة أكتر مما ينبغي، يعني أكتر من قدرتي على التصور. الحمد لله. أنا ناخد أجازة ونروح بصراحة. الحمد لله. لازم بص لازم. أنا شايف إنه الجو عندنا برضه الجو حلو، يعني من هنا لحد 15/9 لسه الجو ظريف ولطيف وصح وحاجة جميلة جدا. فأنا أشجع أي حد لسه ما بصش بصة يروح. بص ان شاء الله يا رب يوم والله مبهره، لو مفيش بيات مبهره مبهره بكل ويرجع هتتخض بكل المعاني. يعني كمان في مهرجان القاهره نور الدنيا بطريقه ثانيه خالص. ايه ده مهرجان الدراما؟ يعني ايه ده عارف كان زمان كده لما بيحصل حاجات حلوه يقول لك ايه معقوله عندنا في مصر؟ لا ده دلوقتي تقول له معقوله ومعقوله ومعقوله من هنا لحد تطلع من هنا اصلا من مصر الحاجات الحلوه. على رأي الأغنية القديمة أصله ما عداش على مصر. والله العظيم. أنا مش عايز أتعبكوا. كل التوفيق. ربنا يوفقك يا يوسف. لما بنقعد ندردش. وإحنا كمان والله. شكرا جدا لك يا ريهام. شكرا يا يوسف. شكرا ليك. ربنا يبارك. ماشي يا عم يوسف. أستأذنكم نبدأ فقرة.